يعني يقتل قتيل يجي لهون يسموها بلش، هي بلش بس سموها بنش، بس كل واحد انسان يقتل قتيل يعني يجي ينزل يقعد هون في قلبه. موضوع حلقتنا اليوم من شوارع وحارات حول مدينة بنش، هي المدينة اللي تبعد شرقا عن مدينة إدلب 7 كيلومتر واللي تقع على تلي، تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ليش سمت بهذا الاسم وش بتشتهر؟ خليكم معنا. بنش ليش سموها بالاسم؟ بنش لأنه سموها بنش لأنه دليل الكرم، قال من عند يكون واحد مير فيها ركب على الحصان يصبوا له قهوة مرة فورين على السريع. كان في معلومة عندي ما بعرف صحيحة ولا لا، هي كانت مسمى لمزرعة أو الأسود أو هيك. بنش اسم قديم كتير، بنش بيعني الكرم وبيعني كرم الضيافة يعني، وهي أم الجود والكرم والعز. سموها بظن هي من اللغة الآرامية تعنى أشبال الأسود أو بيت الأسود أو هالمعنى هذا. بنش كلمة آرامية قديمة مؤلفة من مقطعين بن ونش، معناها القديم ابن الإنسان أو ابن الإنسان، وفي إلى رواية تاني أو تفسير آخر بما معناه أنه هي مزرعة الأشبال أو مزرعة الأسود. اسم كرم هي كان اسمها بن، زادوها ببنش أنه مشان ما ضل على اسم البن، أنه كانت منضافة بالبن وما بن بالقهوة يعني. بنش كرماء وأهل عطا وصخا وطيبين من جميع بيسك للضيف، وما في من أهل بنش في العالم، أهل بنش ما في أطيب منهم والله. بنضبط ليش ما بعرف، بس أنه فيها كرم وفيها زراعة وفيها مشاريع يعني، فيها يد عاملة. والله أنا بتذكر أوليين يقولوا أنه كان في بن وما أعرف أشو، قال يقولوا بن نش، قام سموها بنش. كانوا ساكنين جماعة هني الأغلبية في البلد في بنش، ونسبة لكنيتون تسمت بنش. أنا هيك سمعت أقوال القديمين. كان قديما سفر على الجمال ومجمال إلى آخره، بيعملوا مضافات قهوة مضافات، فمروا اثنين جمالي قال الامر على لما على الماشي نشرب فنجان قهوة على الماشي، انتقل من كبت من على الماشي اجد اسم بن بنش على الماشي هالاسمي. والله لا اعلم. اجى اسم تركي، اجى اسم تركي ومزهوني صلحوها سوى بنش. ما بعرف انه بيقولوا مثلا كانت هي ضيعه صغيره واجوا علي جماعه بنش ما بعرف شو قالوا، وبس هيك. كلمة آرامية تعني بيت الأسود أو مدينة الأشبال. مدينة بنش لها قدم تاريخي، منذ القدم كانت تدين بالديانة المسيحية عند ظهور المسيح عليه السلام، وعند ظهور الإسلام دخلت الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكلمة بنش معناها التاريخي بيت الأسود أو ابن الإنسان. مثل ما شفنا اختلفت الآراء حول تسمية بنش بهذا الاسم، وكان رأي المجلس المحلي حول هذه التسمية أنه كلمة آرامية تعني أشبال الأسود أو ابن الإنسان. كونوا معنا في حلقات جديدة وبمناطق جديدة دائما معنا ببلدي.